ربي يسلم ايديكم، ما شاء الله عليكم، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش تأخرت؟ ألو، مرحبا. عندي 130 طن رز بدي وصلهم على طهران، ومشان أنقلهم لطهران لازمني ورقة ترخيص جمرك وورقة من الصحة للمونتاج. شكرا. تفضل. السلام عليكم. أهلين وعليكم السلام، تفضلي. ما رح ضايقك؟ شو هالحكي هاد؟ يعني ما بتعرفي حتى لو بدك تضايقيني ما بتقدري، عادي أنا إلي شغل كمان معك. شو عم تعمل؟ قليلي، شو بدك تقولي؟ أنا لك أنا بعرف بخصوص شو بدك تحكيني، خدي راحتك، وبالنهاية أنا أخوك. ها أمي قالت لك؟ عن موضوع انه شهاب بده يجي خطبك، ما هيك؟ بعرف. طيب وشو رأيك؟ الحقيقة مالي موافق وقلت لا. ليش؟ طيب مو انت بتعرفي انه انا وشهاب رفقات من كذا سنة؟ ايه بس شو يعني؟ شوفي، انا واجب الرفقة بيفرض علي اني خاف على رفيقي ودير بالي عليه وما خليه يتورط بمصيبة، ومو أي مصيبة كمان. فكرت إنه شهاب فيه شي مشكلة، وأنا يلي كنت مفكرة إنك خايف علي. أكيد بضل خايف عليكي أنتي، بس شهاب ما فيه ولا مشكلة. بدك رأيي بشخصية شهاب؟ أنا رأيي بتعرفي صحيح إنه مو كتير فتح، بس إنسان صادق، إنسان مثل الألف، بتعرفي متبع كذب ونفاق ولف ودوران. يعني بجوز بصفته كزوج عنده كل المواصفات اللي بتتمناها اي بنت، ومناسب لبنت بظرفك انت يا اختي. كنت متوقع انه انت يلي تجي قبل وتحكي معي، مو انا يلي اجي واسالك. بتعرفي شو؟ والله بعرف والحق معك 100%، بس انت بتعرفي ظروفي احسن من غيرك. هي قصة نازي كمان، صحيح قلت لك اني اخذت امك تشوفها؟ ما ايه بعرف. بظن هلا تغيرت الصورة القديمة، يعني سوء التفاهم اللي كان موجود راح نهائيا. شو رح أحكي؟ على كل حال سامحيني. بقدر وضعك، الله يختار الشيء اللي فيه مصلحة وخير لكم اتنيناتكم. لولو يعني أنت عن جد هيك بدك؟ عن جد. دعي لشوف. إن شاء الله. بدك شي مني؟ سلامتك. يسلم. Thank you.
الله يسلم هالإيدين يا معلم. أهلين وسهلين. يعطيك العافية. على عيني والله. سلم إيديك. منيح كتير. طيب لكن زيل لتحت شو عم تساوي أنت نزيل؟ شوفهم كلهم. مو بكرة تقلي إلال وكتار؟ تفضل هاي بضاعة نخب أول استني. محلولة يا أخي محلولة. أخي أنا حطيت زيادة ومو ناقصين. يا عيني عليه. بس ليك مهران ما بدي ذكرك، أنت قدام الناس ما بتعرفني أبدا. حاضر حاضر. ومو تاخذ هذا الرز وتوزعه بالسوق. لا يا عمي إذا بتوصل حبة رز واحدة من هدول لمسعود. هي علينا لسه ما بسمع غير مسعود ومسعود، ولك جننتني يا عمي. إيه يا عمي فكر بالحمل مهران. الجاي أنت. الكياس أخي. حاضر. الكياس الله يخليك. رح أحرق. حاضر حاضر. أنا رايح. مع السلامة. على عيني شوفك. يا بنتي. ماما 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 هلا بدي حط لعبتي على البسكليتة وبدي العب انا وياها على البسكليتة. العبي بنتي بس ديري بالك. يا عيني قد ايه كان هالمشوار حلو. الله يكتر خيره. قد ايه صار لي ما غيرت جو هيك. ايه عن جد ماما. خليني اشوف شو جابوا. وقفي شوي. أنا شو شغلتي هون؟ رجل كرسي أنا هون؟ ما تحكي هيك. كان بدي ليصير الموضوع جدي. شو يعني جدي؟ ما إجوا خطبوكي؟ إيه إجوا حكوا طلبوني رسمي بس. أنا ماني أعمى هون. زلمة إجا مع أهله وطلب إيدك. عم يمسح راس حفيدتي. بيكون قال لحاله شو هالبيت اللي أنا جيت عليه. هدول ما قالهم حدا. صدقني ضليتي كنتي 6 سنين بعمري ما سمعتك عم تكذبي. بالنسبة لهي أنا مطمن تماماً، لكن السكوت أحياناً بيكون أسوأ من 100 كذبة. أنا ما بعرف شو لازم أحكي لحتى تصدقني هلأ. شو اللي بدي صدقه؟ أنه أنا كان بدي أخذ إذنك بهذا الموضوع. الرفض ما بده إذن مني. أنت أكيد كنت عم تفكري توافقي لحتى بدك تاخدي إذن مني. شوف يا سيد، اللي بدي أقلك يا أنه مسعود شاب منيح، هو وعيلته كمان. أبو الحاج قازم بهلوان واحد من أكبر تجار الرز وسمعته نظيفة بالسوق. طبعا ما رح يكونوا أحسن منكم، بس هنن عائلة محترمة ومؤمنة كمان. يبدو أني ما عم أقدر وصل فكرتي صح يا ست. كلامي مو على المنيح والسيء، معنى كلامي أنا ما بسمح أنه حفيدتي تتربى عن جوز أم. ضبوا لشنتايتها أنا بدي أخدها معي. لوين تأخدها؟ زهرة رح تجي لعندي. يا عمي الحل الوحيد مثل ما عم قول، بدون ما تتدخل الشرطة ونرجع راسنا. أنا لو كنت مكانك بختار نفس الطريق. بترجاك هلأ صلي على النبي. الله يخليك عود خلينا نحكي مع بعض. عدنا بما فيه كفاية. أمي زهرة أمي لروح. شو؟ يا عمي اتركها بترجاك. لما حميد رضا توفى وراح قلتي بدي روح لعند أمي وأبي. قلت لك ماشي. محمد رضا ابني عزابي. أنت هنيك رح تنحجز حريتك، هون بترتاحي أكتر، لهيك قبلت تشي. الله يرحم أبوكي، كان رجال محترم وشريف. أنت كمان بمقام أختي، ست معدلة ومحترمة. يعني أنا يلي فيني مشكلة مو هيك؟ لا، أنت كمان أطهر من ورق الورد. ولو الشرع بيسمح أنا كنت بصلي وراكي حتى. لكن ليش بدك تأخذ زهرة مني؟ راح هداك الزمان اللي تتربى فيه البنت عند زوج أمها. راح. بترجاك اسمعني، مسعود شاب مؤمن وابن عيلي، نحن واثقين فيه، شاب سليم. لو ما كنت متأكدة ما كنت بسمح له يتقدموا للبنت حتى. انت كلامك مزبوط يا ست، البنت الصبية والحلوة بيجيها خطابة وهذا شيء طبيعي. أصلاً لو قلتيلي بدك تتزوجي بسم الله بعد ليالي القدر أنا بجي بخطبك لابني محمد رضا. محمد رضا؟ ايه محمد رضا. شو مو هو عمه ومن دمه؟ لهلأ عمه ومن هلأ ورايح رح يصير أبوها. محمد رضا أصغر مني ب4 سنين. أنت اللي صلاتك على الوقت، ليش عم تحكي هالحكي؟ بلا تشبيه، الرسول كان أصغر من خديجة ب18 سنة. هذا الكلام مو حق. شو عم تحكي؟ أنا وقت تزوجت كان لساته طالب مدرسة وأنا كنت شوفه مثل أي طفل، مثل أخي يعني. شو هالحكي يا عطية؟ صار رجال طويل عريض. الله يحفظه. اسمعني منيح، شوف كلام عطية مزبوط، محمد رضا معناتها القصة مو قصة زواج. أنت بدك يا لهالشاب، وطالما أنا عايش ما بسمح أنه حفيدتي تتربى عند زوج أم.
تعالي نروح حبيبتي زهرة. تعالي نروح يا روح. الله يوفقك يا عمي. لا والله أنا بلا زهرة بموت والله. أنتي صبية، الله رح يطعمك طفل تاني ورح تنسي زهرة. امشي بنتي. ليش أنت نسيت ابنك بعد ما مات؟ ما نسيته أكيد، فكيف بتفكر أني رح أنسى بنتي؟ اسمعيني منيح، أنا ما أجيت لهون لحتى دايقكن، كلامي واضح كتير. يا أما بتتزوجي محمد رضا وبتخلي زهرة تربى عندك، يا أما إذا بدك تتزوجي شخص تاني رح أخذ الطفلة منك. فهمي هالشغلة وخليها حلقة بدانك، هيك أفضل للكل. ليش أنا ما عم شوف ولا يوم أبيض؟ يا بنتي، سيد كتان تشي رجال منيح، إذا عم يحكي إنه قلقان فهو قلقان على زهرة عن جد. وإنتي شفتي، هو نفسه قال إنه بيعتبرك أطهر من ورق الورد. الله كبير يا بنتي. لما حميد رضا عمل الحادث الله كبير، ولما فجأة ضاع كل شي بحياتي وخربت كل حياتي فجأة بلمح البصر الله كبير. وهلأ لما رجعنا أنا ومسعود لبعضنا وصرنا بدنا نتزوج ونستقر أنا وهالبنت كمان الله كبير. يعني الله الكبير ما بده أنا وهالطفلة الصغيرة نستقر ونرتاح؟ ليش هيك عم يصير معنا يا أمي؟ ليش؟ أنتي مو بتآمني فيه يا أمي؟ معناه تعرفي أنه أكيد في أمر خير بالقصة. كوني صبورة يا بنتي، لأنه ما في ورقة شجر بتوقع من على شجرتها بدون حكم. أنا ما عادت فهمت شي ولا شي. أنا ما عم بفهم أنا هون ولا لا، زهرة هون ولا لا، نايمة فايقة. ماما أنت عم تبكي مشاني؟ لا حبيبتي لا، تعي نشوف شو كنتي عم تساوي. انتي عم تبكي، خليني امسح لك دموعك. يا روحي انتي. ميت أهلا وسهلا سيد شهاب. آنستنا وشرفتنا بجيتك يا معلم. الإطلالة حلوة ما؟ الشقة اللي جنبي بعد شهر رح تفضى، إذا بدك باخد لك ياها. شوف مهران، أنا أجيت لهون حتى أقلك إنه أنا صح بعتك البضاعة، لكن الله بيشهد أنا ماني تبع هيك شغلات أبدا يا أخي. أنا خدامك وبوس إيدك، بس انساني بقى، خلصني من هالقصة هاي. شو هالحكي؟ شبك؟ تعال عود. لا لا لا، أنا ما أجيت لحتى أقعد ولا بدي أشرب شي، أجيت لحتى أقلك هالكم كلمة وأمشي. وين بدك تروح وأنت بهالحالة؟ إذا بتروح هلأ وإنت بهالحالة رح تمسكك الشرطة بصفتك مريض عقلي ومجنون، ورح يحطوك بمستشفى الأمراض العقلية فورا. تعال عود، تعال يلا تعال. شراب هاي لحتى تروق. شو هاد؟
قصص، عصير، عصير فريز، ووتر ستروبري، اوكي شراب يا عمي. ما بدي اشرب شي اخي، انا بس جيب لي كاسة مي. ولك هاي فيها مي كمان، انت تعشيت شي؟ صار لي 3 ايام ما دقت لقمة. ليش هيك عم تعمل بحالك انت يا شهاب؟ اه كلهم كم حمل رز بقتني ياهن، انت مانك قاتل بني ادم، الان على حقهم، قلت لك رح دبر لك حقهم وترجع حقهم لمكانهم مشان ما يعذبك ضميرك. ليك شوف هدول، هدول كل المصاري اللي معي، اخذت شوي منهم عطيتهم لامي منشان كتب كتاب اختي، وهداك المبلغ كمان رح اقيم منه كل شهر من راتبي ورجع لك، اصلا رح اخذ قرض من مسعود واعطيك اياهم دفعه واحده. خلينا نخلص من هالقصه ماشي؟ ما رح تخلص. تعرف ليش؟ لانك ندل، وندل كتير، لانك عملت حفله لاختك وما عزمتني. حطهم بجيبتك هدول إلك. ما بدي مهران، أنا ما بدي هدول المصاري، ما بدي هدول المصاري يا أخي. هدول صاروا وكأنه نسم على قلبي، قاعدين على قلبي مثل الجبل التقيل. يا عمي أنا ما عم بقدر نام، وحياة الله لولا أنه مسعود عامل جرد لحساب المحل كنت حطيتهم بحساب المحل وخلصت من هالقصة. بلشت تعصبني. أنا شو قلت لك؟ قلت لك لا تاكل هم المصاري، انا رح دبرهم مشان ترجعهم وما تحس بتأنيب ضميرك. قلت لك رح غرقك بالمصاري لحتى تصير انت اللي تعطي عيدية للحش كاظم تبعك، قلت لك ولا ما قلت لك؟ يا اخي اذا مسعود بيضرب العملة اللي انا عاملها بعمره ما بيخليني اتزوج مريم. مين مريم؟ مين مريم؟ مريم اخته. اخته اللي انك ضارب بالعالي لهيك انا مو معبي عينك بنوب، وانا الحمار مفكرك اجداب. ليك لا تخبص بالحكي مهران، حبي لمريم ما له علاقه باموال ومصاري الحاج. بعرف القيم الانسانيه وهالقصص هي، ما هيك؟ شوف صدقني حتى لو مريم ما كانت بنت الحاج كنت رحبها نفس الحب. فهمانك فهمانك، هذا الحب تبعك أحسن من المصاري، كتبت عنه بالمدرسة أكثر من مرة. ليك أخي أنا منشان هيك عم قلك، منشان الله انساني وخلصني. أنا تعبت يا مهران، ببوس إيدك تنساني بقى وتطلعني من هاللعبة هي. لك أنا خدامك، كيف بدي فهمك ياها بقى؟ شهاب نحن رفقة ولا لا؟ رد رفع ولا لا؟ طيب بمجرد انك بنص الليل من بين كل هالبيوت اجيت ودقيت على باب بيتي انا، هذا يعني انه نحن رفع ولا لا؟ رد علي. قلت لك لا تاكل هم المصاري، انا رح دبرهم وترجعهم لمكانهم. قلت لك رح اعطيك مصاري لدرجة انه امورك تتحسن وما تبقى تحت امر اهل مرتك. قلت لك ولا لا؟ قلت لك انا طيب معك. خلصنا، يعني شو بدك تعمل؟ ما رح اعمل شي هلا، بس بدي تهدي حالك. انا هادي وحياة الله أنا هادي. لا مو هادي. ماما أنا تأخرت رايحة. ليش هيك مستعجلة؟ علي رضا منتظرني قدام البنك، ادعي إنه رئيس هالبنك ما يطلب كفيل موظف. إن شاء الله يساعدكن منيح. ادعي يا ماما كتير، تعينا كتير لا تنسي. ها الله يكون معكن، إذا صار شي خبريني ابقي. ماشي ماما ماشي. لك روحي زهرة روحي، حاجة ضوجي بقى. خاطرك أخي. ليش أنت لسه ما رحت؟ آخ راسي عم يوجعني كتير يا أمي. في عنا شاي؟ ليش مانك صايم؟ ليش أنا بقدر صوم أصلاً؟ أنا ضعفان، يمكن إذا شربت كاسة شاي حلوة بتحسن. خليني روح حط لك الشاي. آخ بنتي لسه راكدة ورا القرض،
وما كانت تلاقي كفيل موظف وما في ولا بنك عم يتعاون معهم. بس هلأ أبولا علي رضا لقى واحد معرفة بيشتغل ببنك، بلكي هذا ما بيطلب منهم كفيل موظف. قروض 5-6 ملايين هيك أمي، لو بتروحي 10 مرات ما بيعطوكي شي. هلأ روحي قلي لهم بدي شي 100 مليار قبل ما يخلص الأسبوع بتاخديون. بعدين هدول أقساطهم كبيرة وما بيقدروا يدفعوا أقساطهم، فجأة بتلاقي هالمصاري طاروا هيك. هلأ أنا معي شوية مصاري بعطيهم ياهن يدبروا أمورهم. ليش أنت معك مصاري يا ابني؟ في معي شوي. منين بقى؟ مصمد مصاري أمي. أنت راس الشهر بتجيب كل راتبك وبتعطيني إياه، منين وفرت بقى؟ طيب أمي نطيت على بيوت العالم وسرقتها. شو هالحكي هاد؟ هيك معنات حكيك عم تضلي تسأليني من وين من وين هالمصاري؟ أنا اللي بقصده يا ابني إنه ما تركب على حالك ديون مشان زهرة. هدول بعدهم شباب ووقت اللي بيشوفوا ما معهم رح ينجبروا يعملوا حفلتهم شي من قريبه. لا تخافي ما رح اتدين من شانهم بنوب. بعدين يا أمي بالآخر أنا كمان بشغلي مع الحاج كاظم إلي معارف وناس بتحبني. بهالمدة اللي كان فيها الحاج كاظم مريض مين مفكرة كان عم يمشي الشغل؟ بنك، فلاحين، رز، محل، كل الشغل كان على كتافي أنا، وهن بيعرفوا هالشي ودايرين بالهم. ارتاحي انتي. هلأ اطمن بالي عليك، الله يسلم ايديك يا ابني. انت دينن شوية مصاري وقيمت ما الله فرج عليهن شوي بيرجعوا لك ياهن. حاضر، هلأ خليهن يمشوا امورهم بهدول بعدين باخدهن. ما بدك تشرب الشاي؟ ساويت لك يا. لا خلص تأخرت كتير، انا رايح ببقى باكل شي شغلي. كاظم حبيبي، كاظم في انت شايف منام؟ قوم شرب لك شوية. راسي يا فاطمة. راسي. قوم راسي. يا حاج قوم ساعدني شوي، ساعدني وقوم معي. يا رب. خد سمي بالرحمن يا حاج وشرب كاسة المي. منيح انك فيقتيني يا فاطمة. ارفع كمك لأسلك ضغطك. أنا منيح. ارفع كمك لفوق خليني اسلك ضغطك وشوفه. عم قلك أنا منيح. بجوز مرتفع ضغطك. بس راسي رح ينفجر. قلي لي شبني. ضغطك منيح وطبيعي. يا ربي. قوم. فاطمة أنا لازم روح. لوين بدك تروح يا حاج؟ بعد كل هالعمر سلمت حياتي لهذا الشاب، شايفة شو عمل فيني؟ أنا لازم روح شوفه، لازم روح. عن شو عم تحكي؟ نفس الطريق اللي إجا فيه بأقصى سرعة، أنا لازم أرجع منه وأنا مقعرج وأدفع الثمن وطفع الكيل. بدل الحق بالباطل وجابه على صفرتنا. صلي على النبي يا حاج كاظم. ما انت رجعت لهم حقهم على قد ما قدرت. على قد ما قدرت، واللي ما عرفت فيهم شو هدول. انا لازم روح. عرفت شي اخبار عن ناصر؟ اتصلت فيه كتير ما رد، حتى اتصلت من موبايلي وما رد. وين بده يكون؟ أكيد مشغول بشي شغلة، هلأ بيرجع بيتصل. أبي كان معه حق إنه يتضايق من تصرفاته. هذا الشاب أصلاً قلبه مو مع الشغل، ما بتعرف ليش؟ مو أنتو دائماً بتحكوا لبعض؟ هلأ ناصر ما بيقلي شي سيد مسعود. وبيجوز بيقلك وأنت ما بدك تقلي. لا يا أخي ليش لأعمل هيك؟ أصلاً من وقت ما أجيت أنت ما شفت ناصر مرتين ثلاثة، دائماً مو موجود. إنه مو موجود هاي قصة، وإنه وين موجود هلأ قصة تانية. أنت بتعرف وأنا بعرف كمان، وقت ناصر ما بيكون موجود يعني مشغول بشي. كمان يمكن مو هيك، يعني بتعرف بعد التصرف اللي تصرفه معه الحاج طبيعي إنه ما يعود متحمس للشغل وما يجي على المحل. بس ما يكون مع صابر وجماعته. لا
اصلا هو ما عاد مبسوط منهم كتير. ليش؟ لانه المشكله اللي صارت مع الحاج كانت بسبب الصفقه اللي عملها مع صابر. لكان مشغول بنازي. هذا ناصر؟ ايه. قال له انه في زبون جاي مشان الرز الاجنبي وبده يشتري، ومسعود عم يقول انه السعر بايد ناصر. حاضر. عن جد في زبون؟ انت قل له مثل ما قلت لك. حاضر. الو، لك وينك انت ناصر؟ قل لي لشوف شو صاير لحتى اتصلت فيني 10 مرات ورا بعض. ليك ناصر، السيد مسعود عم يقول في زبون جاي للرز الاجنبي، قديش نقل له السعر؟ ما بعرف، قال له يحط السعر اللي بده اياه وبيلاقيه مناسب ويتصرف هو. نحن ما بنعرف شو السعر، عم يقول حط السعر اللي انت بدك. قال له تعال لهون. نحن ما بنقدر نحط سعر من عنا. قال له يجي لهون. مسعود عم يقول الرز الاجنبي انت مسؤول عنه. انت تشكره بالنيابه عني وبتقول له انه الزمن اللي كنت انا مسؤول فيه انتهى، وقول له هداك الرز اللي اشتراه هو اللي بيعرف بقديش اشتراه وقديش لازم يبيعه للزبون. وصلت المعلومه؟ شوف فهمت. ماشي، امتى جاي؟ حاليا عندي شويه شغل. اذا خلصت شغلي وبقي عندي شويه وقت بجي. تعال بقى، لازم نعرف قديش السعر، بدنا نبيع الرز. شهاب، قلت لك اني رح طلع هنيك. ماشي، لكم مستنينك. مع السلامه. مع السلامه. رح يجي، قال هو بيطلع عليك، طمن بالك. ليش عم تقلي لي روح روح؟ نحن حكينا مع بعضنا وقلنا انه انت ما لازم تقطع علاقتك مع اهلك. انا قلت بدي اقطع علاقتي مع اهلي؟ معقوله انت؟ شو هالحكي هذا اللي عم تحكيه؟ عم قول انا ماني شهاب لحتى اقدر اشتغل عامل هني؟ لك انا ضليت عمر بحاله معلم بهداك المحل، وهلا كمان لما منروح على البيت هو اخي وهداك ابي كمان، وبوس ايدهم اثنيناتهم مع بعض. ليش انت ما بتفكر بالمنطق؟ انت لازم تكون بالمحل حتى نحن نقدر نمشي شغلنا. ما في داعي للمحل، اي بضاعه بدكم اياها انا بوصيلكم عليها. عم اقول لك فكر بالمنطق، انا موجوده هون وبدنا شخص يكون بالمحل. شو هالتصرفات هي؟ عم تحكي بطريقه وكانه انت بدك ياني بس جسر لتوصلي للرز تبع ابي. كلامك مزبوط، أنا ما بحبك أبداً، بس عيوني راكدة ورا الرز الحاج كاظم. بس ما بعرف ليش ماني قدراني وصلك هاي المعلومة من زمان. نازي، نازي. نازي، طريقة كلامك اللي جو يا عيني. وعم تدخني؟ لا. لكان شو هذا اللي بإيدك؟ دخن أحياناً لما بكون مو رايقة. هاي بالذات ما كنت عارفانة. ما عاد بدي أشوف هالزبالة هاي بإيدك بنوب. ناصر، أنا إنسانة وإنت وعائلتك عم تضغطوا علي كتير، لهيك عم ضل متوترة. وقت اللي بتحكي هيك حكي بتعصبني أكتر. ليش أنا شو قلت؟ شو لسه بدك تقول؟ لما بتقلي أنت طمعانة بأربع سيارات رز من رز الحاج كاظم، بالنسبة لي هدول أبشع من ألف مسبة. ماشي، أنا بعتذر منك، ما قصدت هالشي، بس في شغلة ما فهمتها، هو أنه شو علاقة عيلتي بالشي اللي صار؟ بالله شو علاقتهم ببعض؟ وقت بتحلل القصة هيك بتصير شبه الحاج كاظم بكل شي. وليه بلشنا ورجعنا فتنا بموضوع العيال الحلو؟ لك يا عمي خلصنا بقى. أنا متأكد أنه أنت وردة نازي، وأنك رح تنسي هالقصة هي وتتجاوزيها بسرعة أكتر ما بتوقع، ما هيك؟ أسفة أنه وإلا ما كنت بذكر اسمك حتى. أسفة أنه شو؟ أسفة أنه أنت نفسك بتعرف شو؟ ما بعرف، لو كنت بعرف ما كنت بسألك. ما بخليك تروحي. ها بعد هيك؟ أوه شو هالأخلاق؟ ما قلتي لي أسفة أنه شو؟ أسفة على شو؟ مجنون. سبعة. بسم الله. ها بسم الله، ايدك علي ريحة الرفقة. وانا عم بقول اكيد انت نسيت انه انا والله مشغول لدرجة اني نسيتك ونسيت حالي كمان. احذر من انا بحذر، اذا شلت ايدك رح اعرفك فورا. وهي شلت. معقولة؟ معقولة السيد عبدي؟ والله. على راسي خلي لي اياك حبيبي. يا اهلا وسهلا، لقيك هون. شلونك انت؟
انت شهم. شرفتنا يا معلم. والله انت يا مسعود اكثر حدا شهم شفته بحياتي. يا عمي اتركك من هالمجاملات، شو هالحكي هذا هلا انت؟ بس الله يفرج علي ورح رجع لك مصاريك ورد لك معروف. لا ما في داعي ترجع لي شيء، بس بدي اياك توعدني وعد. امرني. ان شاء الله بس الله يفرج عليك وتامن مصاري. انت كمان ساعد حدا وطالع من الحبس، يعني على قولة ابي لازم ما نسد النهر، خلي النهر يمشي ويمر. شكرا كثير يا مسعود. ولا يهمك. انت رجال. يا عمي اترك هالمجاملات هلا، تعال لشوف. تعال تعال. والله مشتاق لك كثير. مرحبا. أهلين. ست حاويات دواليب سيارات كوري، التسليم بالمينا. دواليب؟ لازم نلاقي زبون شرها. معناته أعطيني إياهم. طيب طبعا عندي زبون المهم، لازم أعطي سعر. قديش معي وقت؟ لآخر اليوم. يوم قليل كتير. إذا كنت ذكي بتصرف هون خلال ساعة. بعدين بفتحه. كيف بدي جيبهم على طهران؟ ليك الأوراق بإيدك. ماشي صحيح. شو صار بموافقة الرز؟ إن شاء الله مشي حالها. هاي محلولة بس يخلصوها أكيد بخبرك. ماشي. طيب تأمروني بشي؟ الله معك. بالإذن. امشي. حاضر. يعني هديك ست بدها تتزوج مو هيك؟ ايه نعم مولانا، مع انسان مؤمن وابن عائلة ومن تجار السوق المهمين كمان. طيب شو مشكلة هداك الرجال لحتى بده ياخد حفيدته منها؟ هداك الرجال كمان مانو إنسان سيء، بس هو ما بيهون عليه إنه حفيدته تتربى ببيت جوز إمه لأنه رجال غريب ولأنه حفيدته بنت فبيخاف عليها. إذا كان الخطيب المتقدم للست رجال مؤمن وإله سمعته، واجهوه مع جد الطفلة ورح تنحل كل هالمشكلة. أصلاً إذا بدك بجي بنفسي بحكي معه وبقنعه بالموضوع. القصة هلأ مو قصة إنه يقتنع بالخطيب، أنا بدي أعرف منك باعتبار إنه ابنه متوفي وهلأ حفيدته عايشة عند أمه اللي هي كنته، هذا السيد من الناحية الشرعية والقانونية بيقدر ياخد حفيدته من أمها ولا لا؟ من الناحية الفقهية حضانة الولد لجده أبو أبوه، لكن طبقا للقانون الجديد فحضانة وتربية الطفل من حق أمه إلا إذا قرر القاضي إنه الأم ما عندها الصلاحية لحضانة وتربية الأطفال. لكن حسب الشيء اللي أنا سمعته منك عن هدول الأشخاص الأوادم، بعتقد أنهم رح يتفاهموا بالحسنة وينتهي كل شيء وتكون الخاتمة على خير إن شاء الله، إلا إذا كان في قصة تانية بالنص. مرحبا. أهلين. شو صاير؟ والله ما بعرف شو بدي أقولك. ليش عم تبكي عطية؟ مو بإيدي هالشغلة. شو يعني الشغلة مو بإيدك؟ حدا حكاكي شي؟
متضايقة مني شي؟ ليش لا اتضايق منك؟ طيب شو صاير لك؟ ما بتزبط الخطبة. شو يعني ما بتزبط؟ لحد أول مبارح كان كل شي تمام، شو اللي تغير؟ كنت بدي أقول لأمي إنه تتصل هي بالحجة، بس قلت لحالي إنه رح أحكي معها بالجمعية الخيرية. شو بدك تقولي لها بالجمعية الخيرية؟ مو حلوة قدام العالم هيك عم تبكي. لشو التفاصيل؟ نحن ما رح نقدر نتزوج، دائما بتصير شغلة بتفقس الجوازة. شو الشغلة اللي بدها تفقس الجوازة؟ المرة الماضية ما زبطت كانت بسبب تهوري، تأخرت ومتمطت بالقصة، بس هالمرة لا. حكيلي فهميني شو صاير؟ بخاطرك عطية. أنا ممكن أتركك بطريقة واحدة بس، أنك تقولي ما بدك يعني. وقت يلي بقول ما بيمشي الحال يعني أنا، يعني أنا ما بديك. عطية أنت هلأ صايمة، احكي الصدق. خاطرك عطية. ها لسه ما صار وقتها يا ابني. توش يوك